بيكم كل مشاهدينا ومتابعينا متابعين قناة منوعات عائلة محمود. يا رب ان شاء الله بإذن الله تكونوا بخير يا رب وسعادة. النهاردة بإذن الله فيديو جديد هنعمل ان شاء الله معاكم طاجن الفراخ بالبصل في الفرن. الطاجن ما شاء الله حلو جدا وبسيط برضو، فيه مكونات حلوة قوي بتخلي طعمه جميل قوي وشكله كمان زي ما انتم شايفين كده، وبنزينه في الاخر بالكزبره او البقدونس والكزبره. حاطين طبعا دبس رمان على المكونات، وحاطين باربيكيو، حاطين حاجات كتيره حلوه كده بتخلي الطعم احلى واغنى يعني. وهنشوف مع بعض كده ان شاء الله الطريقه، ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. ارجو الاشتراك في القناه يا جماعه، اللي اول مره يشوفنا يشترك، ادعمونا ان شاء الله عشان القناة تكبر كده وتنتشر، وجزاكم الله كل خير. ان شاء الله الحلقات الجاية هنعمل لكم حاجات كده او حلقات عن العيش الدايت والتوست والحاجات اللي هي المفيدة جدا لمرضى السكر والرجيم، برضو تستفيدوا منها. يلا بينا نشوف الطريقة كده ونشوف المكونات مع بعض. بنجيب فرخة يعني بنقطعها 4 قطع او زي ما انتوا عايزين، او ممكن اللي عايز يعملها بالورك بس زي ما انتوا عايزين برضو، كل واحد ورغبته. بنجيب برضو 4 او 5 وحدات فلفل، فلفل رومي. بنجيب 5 بصلات كبار بنقطعهم حلقات، و4 طماطميات برضو نقطعهم قطع، وللتزيين كزبرة وشبت او كزبرة وبقدونس اي حاجة. في هنا التوابل معانا ملح وفلفل اسمر، كمون، بابريكا، ونص معلقه قرفه وبهارات، وفي هنا نص كوبايه زيت، لو زيت زيتون برضو تبقى جميله جدا. في دبس رمان بيدي طعم حلو قوي، وصوص الباربيكيو برضو نحطه عليها، وكاتشب الحر للي عايز يعني اللي بيحب الحاجات الحاره. هنجيب الاول البصلايه كده هو وطبعا والفلفل اللي هو الاخضر، هنحطهم في الخلاط يعني هنخلط الحاجات دي كلها في الكبة او في الخلاط زي ما انتوا يعني حسب امكانياتكم يعني. هنحط الطماطم كمان، وهنحط كل المكونات اللي قلنا عليها دي هنخلطهم حلو قوي، وكمان هنحط على ده كله حوالي 3 فصوص ثوم نخلطهم كلهم مع بعض، نحطهم كلهم في بولة كده عشان بقى ايه نحط عليهم التوابل وبقية المكونات. خلطناهم كويس جدا، هنحط نص كوباية الزيت، زيت الزيتون طبعا يبقى افضل طبعا. هنحط طبعا التوابل بالملح، نحطها كلها ونقلب كل المكونات مع بعض. هنقلب كويس جدا كده كل التوابل وكل الحاجات اللي احنا حطيناها، ونشوف هنحط ايه تاني برضو عشان تبقى الخلطة برضو حلوة وجميلة قوي، تدي طعم جميل قوي للفراخ. والافضل كمان ان انتوا تنقعوها فترة طويلة يعني على الاقل مثلا ساعتين تنقعي الفراخ في الخلطة دي. هنحط بقى كمان معلقة من دبس الرمان، دي طعم حلو قوي. دبس الرمان والباربيكيو مع المشويات او اي طواجن في الفرن بتبقى مديها طعم حلو جدا. هنحط معلقه كبيره من دبس الرمان، ونقلب برضو حلو جدا، وبيبقى تقيل شويه كده عامل زي العسل بس بيدي طعم حلو جدا. هنحط بقى كمان معلقه من الباربيكيو، صوص الباربيكيو، نحط معلقه يبقى برضو بيدي طعم وتيست حلو قوي في الاكل، بالذات الحاجات برضو زي ما قلت لكم اللي هي المشويات والحاجات اللي في الفرن. حطينا كده معلقه اهي، هندوبها برضو مع بقيه المكونات. اللي عايز بقى يا جماعه يحط كاتشب حار يحط، اللي عايز يحط كاتشب من عندي زي ما انتوا عايزين يعني. برضو انا حطيت معلقه صغيره من الكاتشب الحار بس ما كانتش باينه ان هو يعني حرق ولا حاجه، بس مديله طعم حلو. حطينا
حط هنا برضو معلقة اهي. هناخد بقى كل المكونات دي بعد ما نقلبها كويس جدا، هنحطها على الفراخ بقى كده دلوقتي علشان ايه تديها يعني تاخد طعم من التتبيلة كده. اهي وانا مفتحاها كمان بالسكينة، بتخش كل الحاجات دي بتخش جوه الفراخ وتتبلها حلو قوي. اقل حاجة زي ما قلنا ساعتين. عايزة تعمليها من بالليل، تحضري الوجبات دي مثلا، الاكلة اللي هتعمليها ديت من بالليل لتاني يوم بقى حلوة جدا. كل ما تقعد الحاجة في التتبيلة، كل ما اللحوم او اي حاجة متبليها تقعد في التتبيلة فترة حلوة، تديك نتيجة احلى بكتير وجميلة جدا. بندخل كل التتبيلة فيها اهو ونسيبها بقى. ونجيب بقية البصل نحط في باقي التتبيلة اللي احنا عملناها. ننزل كل البصل بقى اللي احنا هنحطه في الطاجن. البصل مكون اساسي. الناس اللي بتحب البصل يا جماعة، وطبعا البصل مضاد حيوي طبيعي، هو والثوم يعني بيبقى مضاد لأي أمراض، صراحة ممتاز جدا وحلو في كل الاكلات اللي احنا بنعملها، برضه بيدي طعم حلو قوي. بنقلب التتبيله كويس قوي وبنحضر بقى الطاجن بتاعنا. بنجيب الطاجن بتاعنا عشان طبعا نحط فيه البصل والفراخ طبعا اللي هي اتنقعت دي وقعدت في التتبيله فتره. بنحط سمنه بلدي في الطاجن وننزل بقى بالبصل، نحط البصل كله عليه. حاجات كلها هي مش مسبكة ولا حاجة، حاجات كلها ني في ني كده، بس بتديكي طعم احسن من المسبك يعني. ده كده كمان صحي، ما بقاش فيه ضرر للمعدة ولا اي حاجة، بيبقى يعني ممتاز جدا. بس بنرص بقى فيه الفراخ كلها. نعملها كلها اهي، بنظبطها كده. بعد كده بنقلب بقى، برضو بنجيب البصل يعني نحط عليها حبة بصل برضو من تحت كده بالمعلقة، عشان كده ايه ندخلها الفرن. هندخلها الفرن على 190 ونحطها في الرف اللي تحت، او في اقل حاجة اقرب حاجة للفرن يعني. بس ونسيبها ممكن يعني من 40 دقيقة لساعة، نسيبها كده. وكل ما تهدوا النار على اي حاجة، الاكل اللي بيبقى طعم جدا وحلو جدا اللي بيبقى على نار هادية بيبقى رائع وحلو قوي قوي، وبيستوي براحته وبيديك نتيجة هايلة جدا. بنعمل بقى الصوص اللي احنا خلاص دخلنا الفراخ الفرن، بنعمل الصوص اللي هندهن بيه برضو الفراخ من على الوش كده. معلقة برضو باربيكيو، معلقة من دبس الرمان، مع التوابل بقى بتاعتك تحطيها برضو، معلقة من الصوص الحار برضو، ونحط برضو شوية ملح كده، حبة فلفل أسمر، وممكن يعني نص ليمونة، بس أنا هنا نسيت أعمل أحط نص ليمونة أو ليمونة كاملة معصورة على الصوص ده. ممكن انتوا تحطوها وتقلبوا كويس. وهنا بقى لما الفراخ تخش في التسوية يعني بعد نص ساعة تدهنيها بيه، تدهني كل الطاجن كده كل الفراخ كده اللي هي اللي قدامك دي كلها كده ما شاء الله، تدهنيها كلها، هتديك لون حلو قوي وطعم جميل جدا يعني، بتدي ما شاء الله لون وطعم للفراخ حلو قوي كده. ما شاء الله الطاجن خلاص خلص اهو، استوى، ريحته جميلة جدا يا جماعة والله، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. مكوناته حلوة وبسيطة ومغذية جدا ومش مسبكة ولا تقيلة ولا حاجة، حاجات روعة كده. وبنحطها اهو اي حاجة خضرة كده، البقدونس او الكزبرة او الشبت، اي حاجة دي برضو تعرفين ان الحاجات الخضرة دي برضو كلها حديد وفيتامينات عالية، وبتدي كده منظر حلو قوي للاكل، حلو جدا. ان شاء الله تجربوه باذن الله، سواها حلو قوي وما شاء الله شكلها حلو والطعم كمان روعة يعني، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. روعة، والبصل بيخلي ليها طعم حلو قوي مع بقية المكونات.
يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله نقدم لكم حاجات حلوة ان شاء الله الايام اللي جاية. وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اعاده الله على الامة الاسلامية جميعا بالخير يا رب ان شاء الله. متنسوش الاشتراك في القناة ودعم القناة عشان ان شاء الله احنا ان شاء الله نكبر بيكم بإذن الله. ما شاء الله شكله حلو جدا زي ما شايفين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.